السلام عليكم هنا. لا، نحاول نتعلم النهاردة إن شاء الله اللي هو إزاي نرسم بوت الإزازة، إزازة بسيطة جدا باستخدام أمر سويب. وأمر سويب ده يعني اللي هو الأمر ده سويب، وفي سويب كات برضو. عشان بس السويب ده عبارة عن إيه، بترسم مثلا بروفايل سواء دايرة أو مربع وتعمل لها مسار، يعني بيبقى عندك 2 سكتش اللي هو البروفايل والباص. البروفايل دوت اللي هو الشكل اللي انت عايز تعمل له اكسترود وتعمل له مسار معين، سواء بقى مسار متعرج اللي هو السبلاين لاين، اي مسار في 3 دي سكتش تعمل كده يعني. غير الاكسترود، الاكسترود ما بيقولكش المسار واحد، المسار اللي هو الايه عمودي على اللي هو عمودي على البروفايل نفسه. فده مست اللي هو امر سويب، اللي هو انك تعمل تشكيل في مسار معين انت تعمله. وممكن تعمل لها جايد لاين، يعني اللي هو ايه، انت بتشكل مثلا في مسار وتشكل الجناب بالطريقة اللي انت عايزها. فاحنا هنبدأ اول حاجة في التوب لين، هنعمل سكتش، هنعمل سنتر لاين عادي جدا، ماشي، وهنعمل إليبس شكل بيضاوي اهو، تمام. مش هندي دايمنشن ولا حاجة، احنا عايزين بس نفهم ازاي نعمل الدايمنشن. تيجي بقى يعني انا هرسم الشكل كشكل يعني. ادي القاعدة بتاعت البوتل اللي هنعملها، ماشي. هتيجي بعد كده هنعمل لها طبعا اي ازازة، في نوع من الازاز اللي هي بتفتح بالكبس وفي اللي بتفتح بالغطا. فاللي بتفتح بالغطا دي لازم تكون الفوهة بتاعتها دائرية، يعني لازم تكون دايرة. مش معقولة هتعمل مثلا الفتحة بتاعت ازازة مثلا شكل مش دائري وهتتقفل مثلا بغطا بيتلف ويتفك، تمام. لازم يكون شكل دائري عشان الغطا يلف طبعا. فهنعمل هنعمل insert reference geometry، هنعمل بلان جديد موازي للطب لين. ادي بلان موازي للطب لين، ادي اهو. هنعمله مثلا اهو، مثلا هنعمله 300، هنعمله 250، 25 سنتي مثلا، صح. ونعمل ايه اللي هو الشكل الفوهة اللي هي في الاخر مهما حصل انبعاجات او تشكيل في الازازة نفسها لازم تنتهي بشكل دائري. ليه؟ عشان الغطا نقفل. insert sketch normal to، طبعا بتدوس مسطرة normal to او بتعمل كليك يمين او بتعمل كليك يمين normal to. اهو normal to اللي هو بيجيب لك عمودي على البلان اللي انت مختار. طبعا هنرسم الدايرة، طبعا تبقى على السنتر، نفس السنتر لاين اهي. وادي الدايرة اهي اللي هي الفوهة بتاعت اللي هي اللي هتبقى الفوهة بتاعت الازازة. ونعمل صح، تمام. نبدأ بقى نعمل ايه التشكيل بتاعنا اللي هينتهي بتشكيل الازازة نفسها، اللي هينتهي بالايه بالفوهة بتاعت الغطا. طبعا التشكيل ده سهل جدا. انت بتعمل، انت عندك الرايت وعندك الفرونت، هتختار الفرونت وتعمل انسيرت سكتش ونورمال تو، تمام اهو. اول حاجه قبل ما نعمل التشكيل بتاعنا هنعمل الباص بتاع الايه. احنا قلنا السويب دوت عباره عن بروفايل ومسار، يعني بروفايل اللي هو اللي تحت ده اهو، بروفايل اللي هو الشكل اللي انت هتعمل منه التشكيل والمسار بتاعه، وبعدين الجايد لاينز اللي هو الكيرفات المرشده اللي هي بتشكل الايه الشكل هتشوفها ده. فاحنا ولازم كل واحد يكون في سكتش مستقل، ما ينفعش كله يتحط في سكتش واحد. يعني البروفايل لازم يكون في سكتش لوحده، اللي هو الباص في سكتش لوحده، الجايد لاين في سكتش لوحده برضه. كل جايد لاين لازم يكون في سكتش لوحده، ما ينفعش تحط كله في سكتش واحد. فهنرسم الباص بتاعنا. الباص بتاعنا طبعا هتبقى ايه، شكل كده اهو، هيبقى عمودي اللي هو ليه خط كده اهو،
يوصل من هنا لهنا اهو، ده الباص بتاعه. طبعا احنا لو عملنا سويب كده هتطلع قطعة واحدة زي كأنك عملت اكسترود. الميزة القصة بقى في ال في الـ في السويب اللي هو الجايد لاين. الجايد لاين دي مهمة جدا طبعا، لو الشكل ده منحنى هيمشي معاه برضو، بس عشان دي ازازة فهتبقى الاكسترود بتاعها بيبقى نورمال على على القاعدة. برضو في الفرونت بلين هنعمل سكتش نورمال تو، تختار السبلاين اللي هو تشكل بقى ايه، طبعا هتشكلها على مزاجك. ازازة اهي مثلا كده اهو، اهم حاجة تنتهي بحفة الايه، ماشي. نتأكد add relation بين الدايرة والنقطة دي، لازم يكونوا متطابقين coincident او بيرس اللي هو اختراق، لازم يكونوا على بعض، ما ينفعش تبقى المسار مفتوح. ونفس القصة احنا بس بنتأكد، انا عاملهم وانا يعني وانا طالع رسمت من على النقطة دي، بس الواحد برضو بايه بيتأكد عشان الشغل مظبوط. ممكن يكونوا منفصلين يعني، انت لو قربت ممكن يكونوا مش متصلين ببعض اهو، شوف الفراغ اهو مش متصلين اهو، تمام كده كده اتصلوا. يبقى ده اول جايد لاين ايه اهو، وممكن تشكله براحتك لو عايز حسب بقى شكل الازازة. انت ممكن تجيب صورة ازازة وتحطها وتشكل عليها يعني الشكل اللي انت عايزه اهو، مثلا اهي مثلا كده اهو، توسع دي شوية حسب بقى ايه، حسب الشكل بتاع اللي انت عايزه. يبقى ده اول جايد لاين. يبقى احنا عملنا البروفايل اهو، ده البروفايل اللي تحت القاعدة تحت، وده البروفايل اللي فوق. طبعا مش هيتعمل له اكسترود، بس احنا بس عشان كله ينتهي للمسار الدائري، لان انت شكلت يعني انا شكلت دلوقتي هتتشكل كده، بس مش عارف هتتشكل الناحية دي ايه، بعمل لها جايد تاني هنا، جايد لاين تاني هنا. يعني احنا شكلنا في جهة واحدة، لازم نشكل في الجهة التانية اللي هو في الايه، في ال ايوه في الرايت بلين. سيرت سكتش هنعمل نورمال تو اهو، ماشي، عشان بس ايه تاخد بالك انت شكلت اهو الناحية دي، عايز تشكل الناحية التانية هتعمل نفس القصة برضه. هنعمل برضو بسويب، طبعا التشكيل في الاتجاه ده مبيبقاش كبير، حسب بقى الازازه اللي انت بترسمها او حسب المعايير اللي انت عايزها، يعني ممكن ما يكونش فيه يعني ايه، يعني ممكن يكون حاجه بسيطه جدا جدا، ماشي. قريب منها كده تمام، يبقى شكلها كده. وطبعا هنعمل الامر بتاعنا في الاد ريليشن اهي مع ده بيرس او كونسيدنت اي حاجة، تمام كده وتعمل صح. عموما في حاجة برضو احيانا ما بتلاقيش الاوامر دي كلها، مع مثلا اد ريليشن دي ممكن ما تلاقيهاش، احنا قلنا قبل كده بتعمل كليك يمين تنزل تحت كاستمايز، بتختار الكومنتس اللي هو الاوامر، كومنتس الاوامر، بتختار الكاتيجوري بتاعك فيتشر، سواء فيتشر اهي فيتشر كل اوامر الفيتشر، في السكتش كل اوامر السكتش اهي، بحيث لو حاجة مش موجودة هنا ممكن تسحبها، يعني مثلا اللي هو ميك باص دوت مثلا مش موجود مثلا هنا، تروح شده كده اهو وحطه، تحط معاك حاجة عايز تشيلها اهي روح شيلها، حاجة اخترتها اهي خلاص شلناه 3D سكتش اهو، هو مش عايز يتشال مش مشكلة. لا تشيل اهو، بتشده بس وترجع وتحطه، عايز ترجعه تاني بترجعه اللي هو الكتاب اهو، او هنا مش مشكلة يعني، بتشده وبترميه يعني بيروح رايح على طول. يبقى احنا كده خلصنا الباص اهو، الاند بتاع اللي هو الفوهة، التشكيلة بتاعة الازازة اهي، ونشوف امر سويب ده هيعمل ايه. طبعا كل واحدة في سكتش زي ما احنا شايفين، هنشوف امر سويب اهو. اول حاجة
اهم حاجة البيزك بتاع السويب البروفايل اند باس. ادي البروفايل اهو، تختار السكتش ده، ادي البروفايل، الباص اللي هو ده، تمام. شوف هيطلع حتة واحدة، يبقى فين بقى، يبقى فين الازازة بقى، وفين يبقى كل القصة كلها في الجايد كيرفز اهي، اللي هو الايه، اللي هي الكيرفات المرشدة يعني. تختار ده، دي واحد هيروح متشكل، شوف متشكل مع الكيرف الاولاني، تمام. الجايد كيرف التاني اهو، تمام كده. موضوع سهل جدا وبسيط. طبعا عايز تخفي الاسكتشات دي، اخفيها براحتك، تمام. احنا كده عملنا الازازة، موضوع سهل جدا بأمر السويب. هنيجي بعد كده مثلا لو عايز تحط ليبل هنا اهو، عايز تعمله زي مسار صغير كده، حتة يعني اللي بتلزق فيها مثلا اسم المنتج او كده. هنيجي في الفرونت بلين، هتعمل سكتش، هتعمل نورمال تو، هتعمل سنتر لاين، تمام. مثلا هنعمل اهو كده، وتجيب اللاسب لاين كده اهو مثلا، ماشي. وتعمل فيلت للجزء ده، ازود بس اخليه 20 مثلا كده اهو، تمام. شكل يعني، وبعدين نعمل له ميرور، طبعا ده اللي هيتعمل له ميرور، 1 2 3 كوبي اهو، استعمل له ميرور. تمام، وبعدين نعمل صح، او من غير ما نعمل صح هتخش انسيرت سيرفس او لا كيرفس، المفروض نعمل له صح الاول، ماشي. انسيرت كيرفس اهي، بروجكت اللي هو الايه، اللي هو يطبع عندك، اللي هو سكتش اون سكتش او سكتش اون سيرفس. احنا هنختار نطبع السكتش ده على على الواجهة. ادي سكتش اون سيرفس، ادي السكتش بتاعنا مختارينه اهو، والسيرفس بتاعتنا اهي اهي، بحيث اشوف، شوف هيطلع ازاي، بحيث الطبع على الايه اها، تمام كده. ونعمل له تمام. طيب ممكن نعمل له زي حز كده يحدده يعني، هو ده بس كده خط، ممكن نعمل له حز كده ايه، يبقى يوضح شكله. فممكن نعمل insert reference geometry plan، هنختار المسار ده كده طبعا، مش هينفع نختار الكيرف كده مرة واحدة، ماشي. احنا عايزين ايه، عمودي على ال تمام. احنا اخترنا حاجتين، اخترنا الكيرف اخترنا النقطة، بحيث يبقى عمودي عليها، نعمل صح. ده بلان جديد، ونعمل سكتش صغير، دايرة صغيرة اهي مثلا،
ونعمل ريليشن بين الدايرة والنقطة دي. او الكيرف نفسه مش هتفرق يعني، اللي هما الاتنين يبقوا متطابقين ونعمل سويب. طبعا نعمل صح، يبقى انا عندي مسار اهو وعندي بروفايل. نعمل سويب، ادي سكتش اهو اللي هو الايه البروفايل، الباص اهو نعمل صح ونخفي البلين كده. تمام، يبقى ده ممكن تحط يتحط هنا الليبل بتاع الايه يتحط الليبل. طبعا دي هي حادة هنا، ممكن نغير في المسار. شوف هي حادة كده برضو ازاي. نيجي هنا سويب برضو الكيرف بتاعنا، نعمل له ايديت للسكتش، ممكن نعمل فيلت للقطعة دي. طبعا هو المشكلة ان هو معمول، لما عملت ال لما عملت اللي هو البلان كان معتمد على النقطة دي، فانا لما اعمل فيلت هنا النقطة دي هتختفي. مش مشكلة، احنا نجرب كده نشوف اللي هيحصل ايه. مش مشكلة، المهم بس تطلع 30 عشان ما تبقاش حادة، ده يحصل ايرور. شوف حصل ايرور. ليه بقى حصل ايرور؟ هو ايرور بسيط يعني، احنا ممكن نعمل اللي هو كان حاجة موجودة وما واختفت. يعني انت اصلا كنت بتعتمد لما عملت البلين ده تعتمد على النقطة والكيرف، دلوقتي ما النقطة راحت لما عملنا ال، بس مش مشكلة. نعمل edit نشوف الريليشن view sketch relation اهو. مش مشكلة، تمام. بقت شكلها ايه يعني، انت كنت عامل العلاقة بين النقطة والسنتر لاين بتاع الدايرة، ف والسنتر بتاع الدايرة انهم على بعض. فانت لما عملت الفيلت راحوا الاتنين ايه، الاتنين اختفوا يعني. وادي الايه عشان نحط الليبل، ونعمل فيلت هنا برضك اهي. نعمل بس في القطعة دي. تمام، عايز تزوده بقى براحتك حسب الشكل اللي انت عايزه يعني. عايز تزوده وتقلله، نشيس كده افضل. هنبدأ نعمل الفوهة بتاعة الإزازة، ونعمل السريد بتاعها اللي هو الحلزون بتاعها اللي هو هنيجي هنا اهو، هنعمل insert sketch ونعمل convert. مش موجودة convert، نجيبها convert اللي هي بتطبع الفيس اللي انت عامله ده في السكتش حدوده يعني. يعني ده دايرة هتطبع في السكتش الجديد اللي انا عامله ده بايه، راح اعمل ايه، اروح كومنت سكتش اهو. فين كونفرت؟ امر كونفرت اهو، امر كونفرت اهو حطيناه خلاص كده، ونروح عاملين كونفرت. شوف اللي حصل ايه في السكتش الجديد، طبع الشكل الداير بدل ما تقعد ترسمه تاني وكده يعني. اكسترود، هات
هعمله مثلا ايه 2 سنتي 3 سنتي، يعني خليه 5 مثلا. تمام اهو، يبقى دي ايه الفوهة بتاعتنا اهي. بعد كده هتيجي هنا برضك هتعمل سكتش، وبعدين تعمل كونفرت، تمام صح كده، وبعدين تعمل اللي هو ايه امر اللي هو السبايرل اللي هو الحلزون ده في كيرف برضو اهو، هيليكس هيليكس او سبايرل. طبعا هنعمله ايه اللي هو هايت اند ريفوليوشن اللي هو ارتفاع وريفوليوشن. طبعا نغير الريفرس دايركشن، هنخليه مثلا طبعا هو هنخليه 20 مثلا، ونعمل 3 لفات. ماشي تمام اهو، ادي الهيليكس بتاعنا. ونعمل برضو بلان عمودي عليه بحيث نقدر نعمل اللي هو الشكل اللي هو الايه الثريد بتاعنا. هنعمل ريفرنس جيومتري بلان، عايزين بلان عمودي على ال على ال على ال على المسار الحلزوني ده. مش هتفرق بقى النهاية او ال، ونعمل دايرة سيرت سكيتش. خلي بالك انا هعمل اكسترود تاني فوق، ممكن اقلل ده ارتفاع ده يعني حسب لما تشوف الشكل مثلا في حاجة مثلا ممكن تظبطها بعد كده، مش هتفرق. تعمل اد ريليشن بين النقطة دي وايه والكيرف مثلا بيرس، بحس يبقوا ايه وهنعمل ونعمل سويب سكتش اهو، المسار اهو. طبعا واضح جدا ان هو كبير جدا، تمام. فهنغير القصة دي، اذا سكتش نقلل ده بتاعها. حاضر، طبعا الشكل ده نتيجة ان الدايمتر كبير فالشكل دخل في بعض. يعني بص الشكل عامل ازاي، ليه الدايمتر بتاع الدايرة كبير فداخلين في بعض، فهنصغره ايزي سكيتش، هنصغره عن كده خالص، خليه كده مثلا، شوف اهو تمام. هنروح عاملين ايه في الاكسترود ده، هنقلله لما هو 30 هنخليه 20، شوف كده تمام. وبعدين نعمل ايه، نزود نعمل انسرت سكتش هنا تمام، ونعمل دايرة دايرة ايه هنعمل كونفرت على طول، وبعدين نعمل اكسترود عشان نطلع سنة بس دي مثلا ايه 3 ملي ولا حاجة، وخليه 5 ملي بس يبقى في فرق بين ال
هو في مشكلة، وانا لما عملت كونفرت خد القطعة دي خلاها، فحذفها خالص او هعدل السكتش خليه دايرة على طول. يعني هو خد الشكل مش دايرة كامل الشكل، بص اهو اللي هو القطعة لا احنا هنخليه دايرة اهو، ونعمل ريليشن بينها، اهي الدايرة دي والدايرة اللي بره اهي، هنعملهم ايه الاتنين زي بعض ايكوال. تمام بس كده ماشي، مش كده نشوف المشكلة في ايه دلوقتي. المشكلة هي فعلا المشكلة، المفروض كان الواحد يعمل البتاع ده قبل الاكسترود ده قبل البتاع. طبعا الموضوع سهل جدا، تسحب ده كله كده اهو وتحطه تحت ده بس كده، واتحلت المشكلة. هي مشكلة ترتيب. يعني خليت الاكسترود اللي انا عملته في الاخر ده خليته في قبل القصة دي كلها، ماشي. طبعا في حاجة تانية، بتاع دي لازم تكون اللي هو الحفة دي لازم تكون ما ينفعش كده، لازم تكون كروية عشان الغطا لما يدخل يلف فيها. هنعمل عليها سكتش، سيرت سكتش تمام، ونعمل خط سنتر لاين عادي جدا اهو تمام، وبعدين نقفله، وبعدين نعمل سكتش تاني، ونعمل كونفرت تمام، ونروح حاسفين الضلع ده تمام، ونعمل امر ريفولف. ريفولف اللي هو يعني ايه، بتختار بتلف يعني الشكل، يعني يعمل لك سفير مثلا، شرحناه قبل كده في درس تاني. هختار ال تمام الدايركشن اهو، وطبعا هنا الديجري هنخليها مثلا 360، مش هتفرق عشان كل هو داخل في بعض. خلي بالك انا حذفت السن فيتشر هنا ليه، عشان يخلي لي يعتبر الشكل ده كله اللي هو نص الدايرة ده مسار مغلق، عشان ده اساسا عشان هو مسار مفتوح. خلي بالك يعني المسار ده مفتوح فهو اعتبره مسار مغلق، لما شلت اعتبره مسار مغلق 360 اهو خلاص اهو حلت المشكلة تماما اهي، الشكل بتاعنا اهو تمام. برضو نفس القصة هنا اهو، هنعمل هنا انسرت سكتش، ونعمل السنتر لاين. خلي بالك انا بعمل السنتر لاين في سكتش لوحده، اللي هو الايه المحور اللي هيلف حواليه الشكل، ماشي. وهنا نعمله صح، بعدين نعمل تاني insert sketch، ونعمل convert، وبنحذف الضلع ده نقفل ده الأول، بعدين نروح حاسفين ده عايز اعمل تعديل في السنتر لاين ده مش مظبوط. السنتر لاين ده بص مش مظبوط ازاي،
الدنيا معقدة شوية بس مش مشكلة، المهم الايه المسار بتاعنا يتظبط. نعمل ريفولف نفس القصة، ماشي ريفولف، ادي اللاين وادي تمام نفس الموضوع اهو. خلاص يبقى احنا كده ايه عملنا ال، عايزين برضو نخلي بالك. بص المشكلة في ايه، ان القسم المستقيم ده دخل في الموضوع يعني بص ده الجزء اللي هو الايه اللي احنا الدايرة اللي احنا عملناها اللي هو الشكل بتاع الفوهة. لما عملت الثريد بتاعي دخل في المنطقة اللي المفروض ما يخشش فيها، فهنزود البوز بتاعي اللي هو الأساسي، خليه 35 مثلا أو 3 5 أو 3 3 بحيث الموضوع يعلى كده أهو. شوف نغيره برضك، جت 3 2 أو 3 1 بحيث يبقى مقبول. انا مش فاكر كانت كام اساسا، بس تمام كده بقى الايه الشكل مقبول. تمام تاني حاجة بقى هنعمل امر الشيل، اللي هو امر تفريغ الازازة اللي هو الشيل. فين الشيل اهو، تختار ده وهنا بتختار السمك اللي انت عايزه. مثلا ممكن تختار 3 مللي سمك الازازة، اختار 3 مللي اعمل صح. طبعا الازازة كده اتفرغت اهي من جوه، لو جينا خدنا السيكشن بتاعها اهي شوف طيب. والسمك ده اللي احنا حددناه اللي هو 2 مللي او 3 مللي مش فاكر، تمام اهو. هنيجي بعد كده نعمل ال فيلت، فول راوند فيلت، فول راوند فيلت اللي هو بتختار تلات، يعني هوريك ايه ده، ده الجزء اللي هيتعمل له اللي هيتعمل شكل دائري، وده الجناب بتاعه. ادي الجنب الاولاني اهو، ادي واحد اللي هو السيرفس الاولاني، ادي واحد، وادي السيرفس التاني اللي هي السطح التاني الفيس التاني اهي، دي 2، وادي اللي في النص اهو. شوف حصل ايه بقى، ايوه بيتاخد مماس من السطح الاولاني ومماس من السطح التاني اللي هو في الجنبين، ويتعمل اللي هو الايه الدايرة اهو. خلاص كده ما كده الازازة ايه اتعملت بشكل يعني ايه. طبعا تقدر بقى تعمل مليون شكل ومليون شكل من الاساس من الـ اللي هو الكيرف الاساس بتاعك، تعمل مليون شكل وشكل، سواء ازازة تعمل اي ازازة انت عايزها. اتمنى لو في اي اسئلة يعني تكتبوها لي ان شاء الله وانا هجاوب عليها، مفيش اي مشاكل. طبعا التدريب ده بسيط جدا يعني، مش يعني مش صعب ولا حاجة. وبرضو لو في اي استفسار يا ريت تبعتولي على في المدونة نفسها اللي هي سوليد ورك سبيس، او تكتب لي تعليق وانا هرد عليك، او تبعت لي ايميل برضو على الايميل اللي مكتوب. وشكرا يعني.